لو الحكاية فيها إن فيجو يعني كلامه معايا كله بيوري إن هم علاقتهم طيبة بمصر. His Excellency is asking the Korean reaction to what had happened and our relationship between Korea and Egypt. First of all, I extend my sincere condolences to the sacrificed victims of the terrorist attack. May I translate what you're speaking? Ah, yes. هو أولا بيبدأ رده بأنه بيعبر عن خالص تعزيه لضحايا هذا الحادث سواء من فقدوا وفقدوا حياتهم فيه أو من تم إصابتهم بهذا الحادث من كل الجنسيات. يأمل أنه بالنسبة للمصابين أنه ربنا سبحانه وتعالى يتغمدهم برعايته وأن هم يقوموا من إصاباتهم في أسرع وقت. And the terrorist attacks against innocent people it should stop. ويرى أنه الأعمال الإرهابية ضد الأبرياء يجب أن تتوقف. And taking this opportunity, I would also convey my appreciation to Minister Zazu and Governor Fonda for their support and assistance. Thank you. يعبر أيضا عن شكره ليا والمعالي المحافظ لوقوفنا يعني كمؤسسين للحكومة بجانب كوريا وسفارة كوريا والمصابين وأهالي الضحايا في هذه اللحظة الحزينة.